غير بقى معرض ديال الكرتون، اما كيهاجموا المؤسسات الامنيه، واما كيقول لك ملي كتسمعهم يهضروا بحال دابا هاد الانجازات علاش بغيت انا ندير مؤشرات باش شي واحد يخرج يجاوبنا شنو داروا. شوفوا هاد الفضيحه اللي داروا هنا، انا غنعطيها لكم هنا ديالنا حنا. قال لك الوفد الاعلامي المغربي الذي هذا الدعوه، قال لك حنا دارت لينا دعوه اسرائيل ومشينا الزياره ديال اسرائيل. انا غنعطيكم هنا المعطيات كامله اللي قايلين هنا. دابا انا كنهضر معكم من الرباط وكنت في القناه الاولى، حنا رحنا في الحبيب. شو دابا كيكذبوا على الحاضره. قال لك تلق في دعوه بدعوه خاصه في تل ابيب، مشى مشينا. قال لك حنا دابا حنا راه كنهضر معكم هنا من الرباط، رحنا مشينا لتل ابيب. عرفونا حنا باننا، وهذه بوابه الجزائر. دابا عرفونا حنا باننا غنمشيو للموضوع ديال اش، غنمشيو للموضوع ديال القنصليه العامه ديال تشاد. عرفوها اراش نديرو، ارا نصيفطوا للحاضره يمشيو يتلهوا بهذا الشيء. دابا سؤال، دابا سؤال فقط هنا، هذا سؤال. هما خدام الاعلام ديالهم على امور اخرى، على نشر الاكاذيب. الاعلام ديالهم كيكذب، نشر الاكاذيب، كينشروا الاكاذيب. وهنا غنعطيكم واحد المثال، كينشروا الاكاذيب ومدخلين معهم معارضه ديال الكرتون، بحال ديك المعارضه اللي فيهم شي وحدين مغاربه معارض ديال الكرتون، اما كيهاجموا المؤسسات الامنيه، واما كيقول لك ملي كتسمعهم يهضروا بحال دابا هاد الانجازات علاش بغيت انا ندير مؤشرات باش شي واحد يخرج يجاوبنا. والمشكله هادو كيدافعوا على الجزائر بصيغه اخرى، كيدافعوا على الجزائر. ونرجع لهم في واحد الوقت، انا في واحد الوقت مناسب، مزيدين مغاربه كيهجموا على المغرب، لاعبين بمغاربه كيهجموا على المغرب وكيهجموا على المؤسسات الامنيه وكيهجموا على الاقتصاد ديال البلاد وكيديروا هذا الشيء كامل، كله كيديروا هذه المسائل كامله. واخا شنو داروا دابا؟ انا باش تعرفوا الفضيحه ديالهم، انا كنهضر معكم دابا الان من الرباط في هذا الوقت في الليل، دابا الوحده و18 دقيقه، الخميس 15 وشت مزيان، الوحده ديال الصباح دابا. وتحيه الاخوان والاخوات اللي مازال كيتابعونا في هذا الوقت هذا. شنو داروا؟ شوفوا الفضيحه اللي داروا هنا، انا غنعطيها لكم هنا ديالنا حنا. قال لك الوفد الاعلامي المغربي الذي هذا الدعوه، قال لك حنا دارت لينا دعوه اسرائيل ومشينا الزياره ديال اسرائيل. انا غنعطيكم هنا المعطيات كامله اللي قايلين هنا باش نشوفوها مقاده هنا. قال لك سيدي هذا واحد عندهم سميتو، هذا معروف، هذا واحد ماشي اعلامي، ما عنده علاقه بالاعلام، هذا واضح واقعين لي فضائح في واقعين لي فضائح فين؟ واقعين لي فضائح في الخليج، معروف هذا، وجاي كيعتبر راسو اعلامي كيكذب على الحضيره. قال لك حنا غنمشيو ونستافدو من دورات تكوينيه تدريبيه في فنون الدعايه والفبركه على يد افيخاي ادرعي وفريقه. قال لك اتمنى ولو يزور الوفد الاعلامي المغربي غزه ممكن نستفيق على اخبار جميله. دابا دابا بندم، دابا سؤال، دابا بندم، دابا شوف دابا شنو كيقول هنا. وفد اعلامي وبوابه الجزائر، بعد ما يدار هذه بوابه الجزائر شنو دايره؟ قال لك سيدي وفد اعلامي مغربي في تل ابيب، مشى حنا مشينا. دابا انا راه قال لك مشينا حنا، قال لك رحنا تم. دابا انا كنهضر معكم من الرباط وكنت في القناه الاولى، حنا رحنا في تل ابيب. شو دابا كيكذبوا على الحاضره. قال لك تلق في دعوه بدعوه خاصه في تل ابيب، مشى مشينا. قال لك حنا دابا حنا راه كنهضر معكم هنا من الرباط، رحنا مشينا لتل ابيب. قال لك بدعوه خاصه، حنا تم دابا ما عرفت كيفاش، مني انا جوج، المنار السليمي عبد الرحيم والمنار السليمي عبد الرحيم بريم جوج، لكن شي توام ما عرفت. قال لك مشاو، قال لك مشاو تلقاو دعوه من نائب مكتب رئيس الاتصال، قال لك راه مشاو تما في هذا الوقت اللي كاين فيه الابن. ما حشمتوش دابا، ما حشمتوش دابا، احنا هاد الصور كلهم اللي كتشوفوا ديال الاخوان كلهم كاينين، واش ما حشمتوش دابا؟ سؤال، كتكذبوا على الحضيره دابا، دي فاش دخلت؟ دابا فاش دخلة؟ عرفونا حنا باننا، وهذه بوابه الجزائر. دابا عرفونا حنا باننا غنمشيو للموضوع ديال اش، غنمشيو للموضوع ديال القنصليه العامه ديال تشاد. عرفوها اراش نديرو، ارا نصيفطوا للحاضره يمشيو يتلهوا بهذا الشيء.
دابا سؤال، دابا سؤال فقط، انا هذا سؤال، ما عندكم ما يدار، بحال حنا ناعسين ما غنجيبوش الخبار، بحال حنا راه ناعسين، بحال القضيه ديال اللي غنجي ليها دابا، بحال القضيه دار نهار ضحكنا مع الاخ كيسولوني الاخوان على الصوره ديال نعوم. نعوم راه قلت لي حتى راه دايرينك واخا ما كاينش الصوره ديالو هنا، قال سولوني كنهضر انا قال لي حتى انا دايرينك، قلت لي حتى كاين دايرينك حتى بمعنى المجموعه كامله. قلت ليه كيسولوا بحال مثلا ديك شيمون سليمي اللي شدوها، دابا انا كنهضر مع الرمضاني في برنامج قال لي انت الجزائر انتقادات كيشدوا كذا، قلت ليه راه ماشي انتقادات، قلت ليه راه كتبوا بانني انا ماشي انا سمي ماشي، كتبوا بانه هذا اللي قدامكم شيمون سليمي جابوه من اذربيجان كذا. قلت ليه دابا انا اللي من سيدي بنور، من سيدي بنور ولد فلان وفلانه، اش شوف شنو داروا لنا هنايا وصدقوه هما ملي كيهضر معاهم كيقول لك هذا راه من اذربيجان وكذا. شو الحاضر شنو كيعطيو دابا، هذه الصوره هي هنا قدامكم، دابا انا كنهضر معكم من منين، من اربعه دارونا حنا مشينا وداروا بانه كيدربونا على الفبركه وفنون الدعايه، كاينه شي حجه شي نهار جنة شي حاجه اللي هي فيها الكذوب. واش كاينه شي حاجه جنة؟ يا قلنا لكم مسخيط الوليد طريقكم كحله، طريقكم كحله قلناها، كبرنا طريقكم كحله، قلنا شي حاجه ما قلنا طريقكم كحله، راه طريقكم كحله، قلنا شي حاجه شي مره ماشي هي هذه. هذا سؤال فقط، انا عطونا شي نهار قلنا شي دليل، قلنا ودير غتسطحوا الحيط من النهار قطعتوا العلاقات مع المغرب، قلنا غادي تسطحوا الحيط انتم سطحتوا الحيط، قلنا هذه الامور كامله قلناها، شنو هو فين؟ عطونا شي حجه شي حاجه ما قلنا، ما شي حاجه ما قلنا قلناها وما كايناش، شي حاجه قلناها وما كايناش، قلنا ودي البوليزاريو غيبقى في يدكم، غيبقى عندكم، غيبقى عندكم قنبله غتنفجر تما، غتنفجر تما، ها هي بدات دابا، غير يعطونا هنا، غير يعطونا. بالمناسبه انا درت واحد التدوينه في تويتر على هذه المساله، جاوبوني جواب علقت عليه بوابه الجزائر، قالت لك بنينا على شي حاجه، وكيفاش بنيتو نتوما موقع حال باني على شي حاجه، كيفاش باني على بانين؟ قال لك باوز معايا بينو هالخبر فين كاين، هالخبر فين كاين، اذا نتوما لا زل لكم كل حاجه تزيد الحاضره ما وتكذبوا على الحاضره، هما صنعوا الخبر وبغاو يلصقوه في شي جهه اخرى. مجاوبين تما، مجاوبين تما، معلقين على داكشي اللي قلت انا، انا قلت بانه هنا انتم شوفوا هذا الماريستان بحال هذا الحفصي، هذا الماريستان حماق طالقينهم في الهواء الطلق، شوفوا اش كيديروا شنو كيقولوا عنا حنا. وقلت لهم انا تابعوني اليوم الليله في الـ في الـ في القناه ديالنا، القناه المغربيه، القناه الاولى ديالنا، ناضوا ما علقوا بحال لازم مع الخبر ملي كاين، باقي انا كنعلق وهما كيقول لك راك تفت الابيض،